يا للغرابة، لم أرى ذلك البناء من قبل. غريب، غريب جدا حقا. فلننظر من قرب. مهلا، الدرع التي تسد المدخل تبقى كدرع تمثال. قطعة تشبه تير تحلق عبر البحيرة واستقرت في هذا البناء على ما يبدو. لا بد أن كل هذا كان مخبأ على الثلج حتى اصطدام الدرع. قد يفيدنا. لم أقصد ذلك. بالطبع. ميمير، أتبدو لك هذه كخزينة مهجورة؟ نعم، صحيح. إنه شعار عائلتي. يبدو لي كباب سرداب. لدينا الآن نصف ذلك المفتاح لنرى إن كان سيناسب القفل. يجلس الأمير دوغر. لا أصدق أنه ما زال هنا. الأمير دوغر، أهذه جثة أخي سيغرون؟ كيف وصل لهذا؟ فريا، لما لا تجيبينني؟ أترغب في قراءته حقا؟ لا يا أخي، اقرأه أنت. يبدو أن سيغرون لعنت أخاها لقتله الملك المجنون. لا، حقاً؟ لم تكن تعلم أن الملك المجنون قتل عائلتها، وعندما علمت كان الأوان قد فات ولعنت أخاها، لهذا انضمت إلى الفالكيري للتكفير عن خطأها. عرفت قصة عائلة سيغرون صحيح فريا؟ ليست قصتي لأحكيها.